سيدتي، لأن العلاقات العاطفية صعبة، لأن معظم الرجال لا يفهمون لا بالهمس ولا باللمس، لأنهم مع النساء سمعهم ضعيف فهمهم خفيف. قررنا ولأول مرة بث أشهر وأحدث مسلسل باللغة العربية The Starter Wife حصرياً وبالعربي. No. مسلسل عن العلاقات، عن النساء، عن الرجال، وبدبلجة عربية. ليس لديهم أي مبرر بعد الآن. شاهدوا The Starter Wife بطولة ديبرا ميسينغ بالعربي أحلى. لعلاقات حميمة، لحياة أقل عصبية، لكل امرأة جربت كل شيء حتى اليوغا. إليك سيدتي The Starter Wife ابتداء من 20 من يونيو في الأوقات التالية على الشاشة.